اهلا بيكم. مواقع كتير على الانترنت بتعتمد على الاعلانات كمصدر اساسي للدخل، وكمان في كتير من البرامج وخصوصا المجانيه اللي بتبقى موجوده على التليفونات سواء اي او اس او اندرويد بتحط اعلانات جواها برضو عشان تعمل نوع من انواع الدخل. والموضوع ده مفهوم لان الناس اللي عملت البرامج دي او اللي عملت الويب سايتس دي عايزه تكسب، لكن الاعلانات دي لما تبقى بزياده وتزيد عن حدها وتبقى كتير بيبقى الموضوع في كتير من الاحيان مزعج ومثير للاستفزاز. وكمان لو عندك اطفال في البيت بيدخلوا اونلاين ممكن عينيهم تقع على اعلانات مش مفروض يشوفوها او الاعلانات دي تاخدهم لمواقع مش مفروض يدخلوا عليها. فهل يا ترى في طريقة اقدر احمي بيها نفسي واولادي من الاعلانات المزعجة دي؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، فخليكم معانا عشان هنقول كلام جديد ومهم. الحقيقة ان في ناس علشان تحمي نفسها من الاعلانات الكتير اللي بقت موجودة اونلاين بتستخدم اد بلوكرز، والاد بلوكر ده بيبقى عبارة عن بلوجن بتركبه على الويب براوزر او متصفح الانترنت بتاعك. لكن طريقة الاد بلوكرز دي ليها كذا عيب. اول حاجة ان انت بتبقى محكوم بانك بتستخدم ويب براوزر واحد بس على الكمبيوتر بتاعك. تاني حاجة ان في كتير من الاحيان الاد بلوكرز ما بتبقاش فعالة وما بتقدرش تصد الاعلانات اللي موجودة اونلاين، زائد انها ما بتقدرش تعمل حاجة للاعلانات اللي موجودة جوه البرامج او الجيمز. تالت حاجة ان في كتير من الاد بلوكرز محتاجة فلوس او اشتراك شهري علشان تشتغل. رابع حاجة ان في مواقع بتقدر تعرف ان انت بتستخدم اد بلوكر فتحجب المحتوى بتاعها عنك. خامس حاجة ان الاد بلوكرز مش متوفرة لكل الاجهزة، يعني مفيش اد بلوكرز مخصوص للموبايلات او التابلتس او السمارت تيفيز. اي نعم في برامج مخصوص للموبايلات وللتابلتس، لكن دي برضو بتحتاج فلوس او اشتراك شهري علشان تشتغل، وبرضو في احوال كتير ما بتبقاش فعالة. طب ايه الحل؟ الحقيقة ان في حل قوي جدا وبيتكلم في ليفل تاني خالص من الاداء، اسمه DNS Ad Blocker. DNS اختصار Domain Name Server. والDNS Ad Blocker ده عبارة عن سيرفر انت ممكن تعمله سيتاب عندك في البيت على جهاز الراسبري باي بتاعك، وبيشتغل كده زي فلتر للترافيك اللي جاي من الانترنت وداخلة على الواي فاي بتاع البيت بتاعك، فهو بيشتغل على مستوى الشبكة، فأي جهاز متوصل بالواي فاي بتاعك هيبقى محمي من الإعلانات أو المواقع اللي مش مرغوب فيها. في تطبيقين مشهورين جدا للدي ان اس اد بلوكرز، واحد اسمه اد جارد وواحد اسمه باي هول. احنا في حلقة النهاردة هنشرح ازاي نقدر نعمل سيت اب للباي هول على جهاز الراسبري باي بتاعنا عشان نستخدمه كدي ان اس اد بلوكر. بس قبل ما نشرح الموضوع ده خليني كده اشرح لكم في دقيقه ازاي الدنيا بتشتغل عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط. لو انت مسكت الموبايل بتاعك وفتحت الويب براوزر وكتبت ويب سايت مثلا زي google.com، فاللي انت عملته ده اسمه ريكويست. الريكويست ده هيروح للراوتر بتاع البيت، والراوتر بتاع البيت هيسلم الريكويست ده الدي ان اس او الدومين سيرفر بتاع شركة الاتصالات اللي انت مشترك معاها عشان يحول الكلام اللي انت كتبته ده لاي بي ادرس، ومن خلال الانترنت يقدر يوصل الريكوست بتاعك للويب سايت اللي انت عايزه. ولما الريكوست بتاعك بيوصل الويب سايت بيعمله بروسيسنج وبعد كده يرجعه للديفايس اللي انت شغال عليها، وبناء عليه الويب سايت بيظهر عندك. لما بتعمل سيت اب للباي هول، الباي هول بيشتغل كفلتر واقف في النص. ليه؟ لان الباي هول ده مزود بليستة كده اسمها البلوك ليست، دي فيها المواقع اللي مش مرغوب فيها او الدومين نيمز بتاعت الاعلانات اللي موجودة جوه المواقع. فلما تيجي تكتب ريكوست، الريكوست بتاعك بيعدي على الباي هول، ولو الباي هول لقى ان الريكوست بتاعك ما فيهوش حاجة من اللي موجودة في البلوك ليست بيمشي الترافيك عادي جدا وتقدر تشوف الويب سايت بتاعك بشكل سليم. اما بقى لو انت عملت ريكوست والباي هول لقى فيه حاجة من اللي موجودة في البلوك ليست فبيصدها وبيرجع لك الترافيك او بيرجع لك الريكوست بتاعك بعد ما يكون حاجة بالموقع او حاجة بالاعلانات اللي في الموقع. ودي الفكرة المبسطة اللي بيشتغل بيها الباي هول او الدي ان اس اد بلوكر. تعالوا بقى نشوف ازاي نقدر نعمل سيت اب للباي هول على جهاز الراسبري باي بتاعنا استخدام منصة الدوكر وبرنامج البورتينر زي ما تعودنا. اول حاجة هنعملها ان احنا هنروح على برنامج البورتينر بتاعنا، فهنكتب الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي ونقطتين فوق بعض 9000، وبعد كده اروح على ستاكس وادوس على اد ستاك واكتب باي هول اللي هو هيبقى اسم الستاك يعني، وبعد كده هسيب لكم الستاك سيتنجز في الديسكريبشن عشان تاخدوه كوبي وبيست زي ما تعودنا، وبعد كده هروح على الباث واي تو كونفيجريشن فولدر و
أغيره بعنوان الكونفيجريشن فولدر بتاعي، فهروح على الأوبن ميديا فولد، هفتح تاب جديدة واكتب الـ IP address بتاع Raspberry Pi وكان نقطتين فوق بعض 82 زي ما اتعودنا قبل كده، وادخل اليوزر نيم والباسورد، واروح على الشيرد فولدرز، وبعد كده اروح على الفولدر بتاع الدوكر كونفيجريشن اللي كنا عملنا سيت اب في الحلقات اللي قبل كده، ادوس رايت كليك وانسبكت، ولما يعلم لي على عنوان الفولدر هدوس عليه دبل كليك وكوبي، وارجع اعمل له بيست في الحته اللي مكتوب فيها pathway to configuration folder، وكمان هعملها في السطر الثاني كده، وبعد كده ادوس على deploy stack. هفاجئ هنا ان هو بيديني ايرور، ما تقلقش، الايرور ده علشان نظام التشغيل بتاع Raspberry Pi بيستخدم البورت رقم 53، فاللي احنا هنعمله ان احنا هنفضي البورت ده عشان الباي هول يقدر يستخدمه. فهنروح على الديسكتوب بتاعنا ونفتح برنامج التيرمينال او برنامج الباتي لو انت بتستخدم الويندوز، واعمل SSH على الراسبري باي بتاعتي عن طريق ان انا اكتب SSH باي at الIP address بتاع الراسبري باي، وادوس انتر وادخل الباسورد، وبعد كده هسيب لكم مجموعة من الاوامر تاخدوها كوبي بيست. فالامر الاولاني ده علشان نوقف حاجة اسمها System Command Resolve، هو هنا بيقول لي ان هو واقف عندي already، فانا هشغله الاول وبعد كده اوقفه تاني عشان اوريكم بيتوقف ازاي. انا هاخد System Control Resolve كده، عملت له Reload فهو كده مفروض شغال، وبعد كده بقى ايه اخد الامر الاولاني Copy وPaste، وبعد كده هاخد الامر التاني علشان اعمل editing للسيستم كوماند ريزولفد كونفيجريشن بتاعي، فهيفتح لي الملف بتاع الكونفيجريشن، وبرضه هسيب لكم في الديسكريبشن محتويات الملف ده. المفروض يعني تعمل زي ما انا هعمل بالظبط، هتيجي عند السطر الاولاني عند الدي ان اس وتشيل الهاشتاج وتكتب 1.1.1.1 يعني 4 وحدات، وعند السطر الثاني عند الفول باك دي ان اس هتشيل الهاشتاج وتكتب 1.0.0.1، وبعد كده في الاخر خالص هتنزل تزود السطر الاخير في الملف، برضو خده كوبي وبيست، وبعد كده تدوس على كنترول اكس وشيفت واي عشان تسيف الفايل، وبعد كده تاخد الامر الثالث والاخير برضو كوبي وبيست، وارجع للبورتينر، ولو لقيت في الكونتينرز الباي هول كونتينر القديم اعمل له ريموف، واروح على الستاكس تاني. للأسف هنا مش هلاقي الستاك اللي انا لسه عامله، فهضطر اعمله تاني، فهدوس على اد ستاك ونعيد نفس الخطوات تاني علشان نبني الكونتينر بتاعنا. كده الكونتينر بتاع الباي هول اتعمل خلاص. لما اجي اروح على الكونتينرز وادوس على علامة اللوجز هلاقيه شغال، وهنا لو رجعت تاني هيقول لي ان هو هيلثي، هيبقى كده هو شغال تماما. عشان اشغل بقى الباي هول نفسه هفتح تاب جديده واكتب الاي بي ادريس بتاع الراسبري باي ونقطتين فوق بعض و83 اللي هو رقم البورت اللي ظبطنا عليه الباي هول، وبعد كده ادوس على الادمن بانل. كده يبقى الباي هول شغال. هروح بقى على الشمال على السيتنج بتاع لوجن وادخل الباسورد، هكتب هنا الباسورد، والباسورد بتاعتي هي كلمه باسورد كلها بالسمول سمول ليترز، وكده الباي هول دي ان اس سيرفر اشتغل معايا. وبعد ما عملنا سيت اب للباي هول يتبقى بقى ان احنا نغير حاجه اسمها الدي ان اس سيتنجز في الاجهزه اللي احنا عايزين نوصلها بالباي هول بحيث يخش لها الترافيك بتاع الانترنت متفلتر ونضيف. فهوريكم بسرعه كده ازاي نغير الدي ان اس سيتنجز في كمبيوتر ويندوز وكمبيوتر ماك وايفون وتليفون اندرويد. لو انت على كمبيوتر ويندوز هتدوس على علامة الويندو اللي تحت، وبعد كده تدوس على سيتنج، بعد كده هتدوس على نتورك اند انترنت، وبعد كده هتدوس على ستيتس اللي على الشمال، وبعد كده هتدوس على بروبرتيز، وبعد كده تحت الاي بي سيتنجز هتدوس على ايديت، وبعد كده تختار مانيوال وتعلم على اي بي في 4 تقلبها اون، وهتلاقي هنا بريفير دي ان اس، وهنا تحط الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي. ولو انت على كمبيوتر ماك هتروح على System Preferences وهتدوس على Network، وبعد كده Advanced دوس DNS، وبعد كده دبل كليك على DNS Server وتغيره للويب وتغيره للاي بي ادرس بتاع الراسبري باي. اما لو انت على تليفون اندرويد فهتروح على Settings وبعد كده تختار الواي فاي بتاعتك وتنزل تحت على الاي بي سيتنجز
وعند DNS1 تكتب الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي بتاعك. اما لو على ايفون فهتروح على سيتنجز وتختار الواي فاي بتاعتك وتدوس على علامة الاي اللي جنب الواي فاي دي وتنزل على كونفيجر DNS ومن اوتوماتيك تقلبها مانيوال وممكن تدوس اد سيرفر علشان تحط الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي وتمسح الدي ان اس سيرفر القديم. ودلوقتي تعالوا بقى نعمل تجربة عملية ونتفرج كده على 2 ويب سايتس ونشغلهم ما قبل الباي هول وما بعد الباي هول، يعني بيفور اند افتر، نشوف منظر الويب سايت هيبقى عامل ازاي لو انت شغال عادي ومنظر الويب سايت هيبقى عامل ازاي بعد ما تشغل الباي هول. هفتح البراوزر بتاعي واروح على موقع من المواقع المشهورة بانها فيها اعلانات كتير زي ايجي بيست، واجرب كده ادوس على فيلم من الافلام الموجودة هناك، هلاقي ان في اعلان طلع في وشي. هقفل التاب الجديد ده وادوس تاني هيطلع لي اعلان تاني في تاب جديد. فهروح على النتورك سيتنجز في الكمبيوتر بتاعي واغير الدي ان اس، هروح على ادفانس دي ان اس، هشيل الاي بي ادرس بتاع الراوتر واخلي الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي وادوس ابلاي. وبعد كده هروح افتح الباي هول بتاعي عشان اوريكم ايه اللي بيحصل جواه. هعمل هنا لوجن واكتب باسورد، وبعد كده هروح على الجوجل كروم بتاعي واحط الموقع بتاع ايجي بيست جنب الباي هول كده عشان نتفرج وانا شغال على موقع الايجي بيست ايه اللي بيحصل. هدوس على الفيلم اللي انا عايزه فهيفتح لي تاب جديد، لكن هشوف هنا ان الاعلان اتعمل له بلوك. هقفل التاب واجرب على فيلم تاني وبرضو الاعلان اتعمل له بلوك. هجرب تاني وهلاقي هنا ان الاعلان ده ما اتعملوش بلوك. طب اعمل ايه بقى لو في اعلان ما اتعملوش بلوك؟ ببساطة هاخد الدومين نيم بتاع الاعلان اللي ظهر ده كوبي واروح على الباي هول على الشمال، هلاقي اوبشن اسمه بلوك ليست، واعمل بيست للدومين ده وادوس اد تو بلاك ليست. كده المفروض ان هو يعمل له بلوك. هاجي افتح تاب جديد واعمل بيست الدومين نيم بتاع الاعلان هلاقيه اتعمل له بلوك. يبقى كده الباي هول شغال. تعالوا نعمل تجربة تانية على موقع تاني، بس قبل ما اروح السايت التاني هروح للدي ان اس سيتنج وارجعه على الراوتر مش الباي هول، وادوس ابلاي وهروح على موقع مصراوي.com. لما اجي اخش على مصراوي هلاقي ان ظهر لي هنا اعلان، ولو نزلت في الصفحه تحت شويه هلاقي ان في اعلان تاني هنا. خليكم فاكرين مواقع الاعلانات دي. اللي هعمله بقى ان هقفل الجوجل براوزر وهروح على الدي ان اس سيتنج واغيره تاني على الراسبري باي اللي هو الباي هول يعني، وادوس اوكي وادوس ابلاي وارجع على موقع مصراوي. اجي ابص هنا الاعلان اختفى، واجي ابص مطرح الاعلان التاني برضو اتعمل له بلوك. يبقى كده انا متاكد ان الباي هول شغال. وبكده يبقى عملنا سيت اب للباي هول واستخدمناه كدي ان اس اد بلوكر عشان يفلتر لنا الانترنت ترافيك اللي داخل على البيت عندنا ويخلصنا من الاعلانات المزعجه او المواقع اللي مش مرغوب فيها. يا ريت لو الحلقه دي عجبتكم ولقيتوها مفيده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا فيديوهاتنا الجديده. ولو في اي اسئله او اقتراحات تواصلوا معنا على صفحاتنا على الفيسبوك او جروب المناقشات بتاعنا على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينكات دي في الديسكريبشن. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا.